السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهاردة ان شاء الله عندنا روتين عند الطيور اول مرة اعمله. انا طبعا زي ما انتوا عارفين انا قاعدة عند ماما، بس هوريكم بقى يعني الروتين بتاعنا بيبقى عامل ازاي. سامعين الصوت ده؟ كده السطح بتاع بيتنا القديم، يعني بصراحة لعبنا فيه كتير واحنا صغيرين، ومش قادرة اقول لكم بقى، في ذكريات كتيرة جدا جدا. يلا بينا عشان الفيديو ما يطولش عليكم، وكمان المعيز جعانين، فاحنا هنروح دلوقتي ناكلهم. بس ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس على الكل علشان كل ما انزل فيديو يجي لكم اشعار بيه. ويلا بينا نبدا الروتين بتاعنا. اخدكم معايا ما تقلقوش، تعالوا معايا بقى. بصوا بس جوه كده، استنوا استنوا علينا. طبعا المعجة دي على فكرة لما جيت قعدت هنا عند ماما انا حبيتها قوي. بصوا جميلة خالص اهي، هي عارفاني وجعانة وعايزة تاكل دلوقتي، هنأكلها مع بعض. اول وجبه للفطار احنا بنحطها حوالي الساعه 7 الصبح، تمام؟ فدي بتبقى بطاطا، يعني اكيد طبعا كلكم عارفينها وكده. فدي اول وجبه هنحطها لهم دلوقتي عشان هم جعانين جدا. تعالوا بقى عايزه اوريكم الديك، يعني عندي ديك بصراحه فظيع، لونه جميل جدا ما شاء الله. لا انا هاخدكم جوه معايا، مش هينفع كده. ان احنا نقسمها لهم كده. ما شاء الله ما شاء الله، الخير كتير. لقينا بيضه يا جماعه، وادي البيضه. بص البيضه اهي، ادي البيضه اهي، بيضه واحده. بصوا ما شاء الله، شايفين بقى الديك لونه حلو جدا جدا جدا. ادي المعجة ودلوقتي لازم اغسلها كويس جدا جدا، علشان طبعا لما اجي احط فيها المية ما ينفعش يبقى فيها اي صافو، لان طبعا المعيز بتشرب منها. I'm done.
وبعد ما غسلتها كويس جدا بحط ميه نظيفه خالص زي ما انتوا شايفين كده. تمام هي يلا تمام حسيتي على شيء بتحبيها. دلوقتي احنا ايه، احنا حطينا لهم الفطار بتاعهم وكمان غيرنا الميه، ودلوقتي بقى بعمل لهم ذره، ماشي، ذره صفرا كده على عيش، دي برضو بتتحط ضمن الوجبه. ذره صفرا مع عيش. ودلوقتي جه معاد الوجبه الثانيه، عباره عن العليقه. العليقه دي عباره عن ايه؟ بيبقى فيها رده وبيبقى فيها كمان قشر، اكيد عارفين القشر اللي هو عامل زي الفول كده بس قشر، وذره صفرا وعيش ناشف. ما ينفعش نحط عيش طري. تمام، انا بحط العيش من بالليل ينشف، وبعد كده بنحط كله على بعضه وهناكلهم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هم واقفيني على الباب علشان كانوا جعانين جدا جدا. الوجبه الاولى كانت حوالي الساعه 7 وانا طلعت لهم كده على العصر. دي الوجبه الثانيه. ما بين الوجبة الأولى والوجبة الثانية حوالي 8 ساعات. الوجبة الأولى أنا قلت لكم في بداية الفيديو أنا بحطها الساعة 7 الصبح، والوجبة الثانية بتبقى كده على العصر يعني حوالي الساعة 3:30، فحلو جدا. وكمان مش بحط بقى بالليل خلاص، يعني الوجبة الثانية دي خلاص كده بتبقى آخر وجبة ليهم. وطبعا بشوف المية، لو هم شربوا من المية ولقيت المية نقصت بزودها. بجيبهم بقى عندي بقى أنا. الديك اللي عمال يقاقي ده يومين كده وهنذبحه ان شاء الله، لان احنا بصراحه ما بنحبش نجيب فراخ من بره. يعني الفراخ اللي من بره دي بحس انها زفره شويه مش حلوه، مفيش احلى من الفراخ البيت. يعني صفصفوا على ديك وعلى فرخه اهو، بصوا منورين الفيديو. حتى اتمنى روتين النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، علشان كل ما انزل فيديو يجيلكم اشعار بيه. بصوا ما حرمتكوش، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.